مساكم الله بالخير مشاهدينا، ويا هلا ومرحبا فيكم في حلقه جديده، ويتجدد اللقاء وياكم دائما وابدا عبر قناتنا قناه الرياضيه من تلفزيون دوله الكويت وبرنامج ميركاتو، اللي من خلاله نسلط الضوء على كل ما هو جديد في الاخبار واخبار الانتقالات في الدوريات الخمس الكبرى. نبلش اولى اخبارنا مع فاصلنا الاول وفاصل الدوري الانجليزي. تنافس ثلاثي على توقيع فيليبس نجم مانشستر سيتي. لم يحسم النجم الإنجليزي كالفين فيليبس مصير مستقبله مع مانشستر سيتي، وبحسب تقرير نشرته صحيفة ذا سان البريطانية، فإن ناديي إبسويتش تاون الصاعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وفولهام قد أبديا اهتماما باستعارة فيليبس. وأشار التقرير إلى أن نادي إيفرتون أيضاً مهتم بتوقيع فيليبس، بخاصة أن مدرب الفريق شوت دايت من أبرز المعجبين بقدرات اللاعب الشاب. بحسب تقرير انشرته صحيفة ذا سن البريطانية، فإن نادي إبسويتش تاون الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي الممتاز وفولهام أبديا اهتماماً باستعارة فيليبس. وأشار التقرير إلى أن نادي إيفرتون أيضاً مهتم بتوقيع فيليبس، خاصة أن مدرب الفريق شوت دايتش من أبرز المعجبين بقدرات اللاعب الشاب. رسمياً مانشستر يونايتد يعلن انتقال بيساكا إلى ويست هام يونايتد. أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رسميا انتقال آرون وان بيساكا الظهير الأيمن للشياطين الحمر إلى صفوف ويست هام. وقال مانشستر يونايتد في بيان رسمي: غادر بيساكا مانشستر يونايتد للانضمام إلى ويست هام يونايتد في صفقة انتقال دائمة. وأكمل بيان النادي الإنجليزي: يود الجميع في مان يونايتد أن يشكروا آرون بيساكا على مساهمات للنادي، ونتمنى له كل التوفيق في المستقبل. قال مانشستر يونايتد في بيان رسمي: غادر آرون وان بيساكا مانشستر يونايتد للانضمام إلى ويست هام يونايتد في صفقة انتقال دائمة. وأكمل بيان النادي الإنجليزي: يود الجميع في مان يونايتد أن يشكروا آرون على مساهمته للنادي، ونتمنى له كل التوفيق في مسيرته المستقبلية. مع هالخبر مشاهدين ننتقل وإياكم إلى أخبار الكثيرة في الدوري الإسباني. برشلونة يفكر في التعاقد مع انغولو كانتي. يفكر نادي برشلونة الإسباني في ترميم صفوف المدرب الألماني هاينز فليك في الموسم الجديد من خلال التعاقد مع الفرنسي انغولو كانتي قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفي الجاري. انغولو كانتي بات ضمن خيارات البارسا لترميم خانة المحور بحسب المعلومات التي أوردتها صحيفة سبورت الإسبانية اليوم الثلاثاء.
علما بأن اللاعب يبلغ سعره في سوق اللاعبين في الوقت الراهن نحو 9 ملايين يورو. ويرتبط كانتي بعقد مع فريق اتحاد جدة السعودي يصل إلى خط النهاية في يونيو 2025 ويوجد في صفوف العميد منذ يوليو 2023. كانتي بات ضمن خيارات البارسا لترميم خانة المحور حسب المعلومات التي أوردتها صحيفة سبورت الإسبانية اليوم الثلاثاء، علما بأن اللاعب يبلغ سعره في سوق اللاعبين بالوقت الراهن نحو 9 ملايين يورو. ويرتبط كانتي بعقد مع فريق اتحاد جدة السعودي يصل لخط النهاية في يونيو 2025 ويتواجد في صفوف العميد منذ يوليو 2023. ريال مدريد يضع شرطاً تعجيزياً بالتفريط في فينيسيوس. وضع نادي ريال مدريد شرطاً تعجيزياً لقبول فكرة التفريط في النجم البرازيلي الموهوب فينيسيوس جونيور، ويأتي ذلك في ظل اهتمام نادي أهل جدة السعودي بخدمات النجم البرازيلي خلال الأيام الأخيرة. وبحسب تقرير نشره موقع فوتبول إسبانيا، فإن ريال مدريد ليست لديه نية أبداً بشأن بيع فينيسيوس، وذلك على الرغم من العرض المغري من جانب النادي الأهلي. وأشارت صحف إسبانية في وقت سابق إلى أن العرض السعودي قد وصل إلى حاجز 400 مليون يورو من أجل إتمام الصفقة. وذكر التقرير أن الصفقة لن تتم إلا في حالة دفع الشرط الجزائي البالغ 1 مليار يورو. اهتم نادي أهلي جدة السعودي بخدمات النجم البرازيلي خلال الأيام الأخيرة، وحسب تقرير انشره موقع فوتبول إسبانيا، فإن ريال مدريد ليست لديه النية أبداً بشأن بيع فينيسيوس جونيور، وذلك على الرغم من العرض المغري من جانب النادي الأهلي. وأشارت صحف إسبانية في وقت سابق إلى أن العرض السعودي وصل إلى حاجز 400 مليون يورو من أجل إتمام الصفقة. وذكر التقرير أن الصفقة لن تتم إلا في حالة دفع الشرط الجزائي والبالغ قيمته 1 مليار يورو. مع هذا الخبر مشاهدينا وصلنا وياكم إلى قفال حلقة اليوم، أتمنى تكونون استمتعتوا ويانا. نترككم بحفظ الله ورعايته، في أمان الله.